ليكي ويصبح موضوع تأسيس إطار آخر للبيئة، حيث كان الموضوع هو دواء حول الإطار البيئي اللي تأسس به شرايين متتابعه إلى آخره، واحد الشكل تاع السوكي على واحد الشكل تاع السوكي إلى آخره. وكنا نمشي الأمور في هذا الموضوع كتمشي في هذا الاتجاه، وربما التجربة ديالي كتعطي نتائج مهمة، لأن إذا ما عندكش هدف محدد يعني عمر ما توصل، بمعنى إذا ما كانش عندك الغرض اللي جات من المرصد، يعني يجي المرصد غرض فعل واحد الفعل ماشي معقول تمارس ولا إلى آخره، بمعنى ما قد لا تنتظر أي شيء من المرصد. كما قلت تفاجأت، كان غيكون هو كنعلم السادة الحاضرين بهذه النقطة، هذه الأساسية هي ملاحظة على هذه الدول، كان غيكون يوم ندوة من أجل فتح الإطار اللي تأسس هذه واحد الشرايين منتدى بهذه واحد الشكل تاع السوفي، كان غيكون كما قلت خطوة للأمام. فإذا بينا كنتفاجئوا أمام سعيين وراء تأسيس إطار آخر، قد أعتبره أنا بحد ذاته كذلك تاع السوفي، لأن إلا ما عاد تقولش ديك الإطار، ما عاد تخرج ديك الإطار كيفاش تأسس، إنه هو اللي تأسس ديك الإطار، شنو نجبوه من تأسس ديك الشكل اللي يعبرون عليه دي الغماخات ديال الشهرين في النقاش مع الإخوان اللي كيأسسوا دابا المرصد، النقاش معاهم على كيفاش تأسس، إلا ما عاد تفتحوا شي واحد سلوك معين ماشي معقول بيئي، كيفاش عاد تكونوا عادلين البيئة. كما قلت ما يمكنش يكون رد الفعل هو العمل البيئي، يعني غادي يكون غير رد الفعل على واحد الفعل ماشي معقول. هذا كنتمنى يكون اول فرصه ديال المصدر ما يتاسس، تكون اول فرصه هو فتح ديك العمل البيئي اللي تاسس باسم بيئه، لان اللي ما درتوش هادي اكيد غتكونوا غير ضفتوا الى إطارات خاوية على عروشها. وأنا كنجلس هنايا وكنلاحظ بزاف ديال الحاجات، كنلاحظ الاستعمال ديال اللغة ديال الإخوان اللي كيشوفوا في الصال ضرب الزمان ضرب الزمان، كيبقاو كتستعمل دابا هذيك، ولات عندي مؤشر على أن الأمور ماشي معقولة، يعني الأمور الانطلاقية ماشي معقولة، كلشي كيقول نظرا للوقت، واش جيتي؟ علاش جيتي وهيأتي وعملتي والعناوين عريضة وإلى آخره ماجي كل الملوك يقولوا لنا هادشي هذا، راك عارف بمجرد ما تبقوا إخواني اللي سمعتوا الوقت نظرا للوقت، لا راه حنا جينا